كذبة رقم خمسة. ورقم خمسة دي لأنه اتناقض محمد مصطفى في محاضرة في مسجد فيصل حضرناه زمان اسمها حوار الحوار العلمي مع خوارج العصر. بعد ذاك شنو المحاضرة دي نفسها يتكلم فيها في رد شبهة تشتبه ويشبه بها بعض الخوارج على بعض الناس اللي من كتاب الشيخ صالح الفوزان نفسي في مسألة التكفير. قام جاب كتاب عقيدة التوحيد تاع الشيخ صالح الفوزان. ركز في الكلام ده كويس بعدين كله بتشاهده إن شاء الله كله بتشاهده. قال الجماعة دول بيجيبوا الشبهة من الكتاب ده. قام قال في كلام مفصل للشيخ نفسي في كتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان نفسه. قام جاب التفصيل من كلام الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد وفصل به الكلام اللي في شنو في عقيدة التوحيد. قال عشان كده انت تجمع أقوال الشيخ شنو كلها. قال تجمع الأقوال شنو كلها. في بيقول لك الفوزان كفروا الدين كتابه يا اخي انت ما فهمت كلامه. الفوزان ما كفروا على الاطلاق. عنده قولين واحده يعني بها واحده تعني الكفر مع الجحود. يحمل الكلام على الكفر مع الجحود. اما من اعتقد فقد فصل في المساله. الدين كتابه طبعا دي شبهات الجماعه كلها انا ارد لك عليها. طبعا بيجيب لك كلام شنو؟ بيجيب لك الكلام بتاع الفوزان ده يقول لك كفرهم كفر يخرجهم شنو؟ عيال بالله ده اذا جحد. اما كلام الفوزان الفو تفصيل يا هدى ده كتاب إعانة شنو؟ إعانة المستفيد في شرح كتاب شنو؟ التوحيد. الكتاب ده نمره كم؟ 39 انت كتابك وينه؟ ده كلام الفوزان ما اطلقه هناك فصله شنو؟ فصلها هنا ما عنده فتوتين يا اخي الله يديك باب التعارف. بس انت ما فاهم حاجه وانت قريت كتاب واحد انت قريت الكتاب الصغير ده وغشاك بيه وزورك. لكن انت لازم تاخذ اقوال العلماء ببعضها. يعني لازم تاخذ اقوال العلماء شنو؟ ببعضها. ما تاخذ لك جزء وتخلي جزء. لازم تاخذ كلام العالم شنو؟ باكمله. قاموا جابوا له بعض التسجيلات قالوا الفوزان ما بيعذر بالجهل. قال لولا انه الفوزان طبعا رد عليه. قال لولا انه الفوزان لقلت انه من المعتزله او الخوارج. اخطا في هذه المساله مساله العذر بالجهل. ولولا انه الشيخ الفوزان لقلت انه من الخوارج او المعتزله. والفتاوى دي بعضها لبس على منه او التبس بقصد او بغير قصد على ياسر الزنجي. وسمعنا بعضها لما كان مكسور في بيت اخينا عجيب عبد الرافع. بعدين هناك قال لي في تسجيلات وكذا والناس ديل صوفيه ديل والى اخره. طيب هل الفوزان حفظه الله ما بيعذر بالجهل؟ بيعذر بالجهل. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. لكن بفصل في مسألة شنو؟ الجهل. زول قروا له القرآن وفهموا القرآن فهموه تفسير القرآن وبعد ده قال لا أنا كذي بس ده ما يعذر بالجهل. ده إلا يعذر بشنو؟ بحاجة تانية لكن ما يعذر بالجهل. والكلام ده الشيخ الفوزان ذكره في شرحه لنواقض الإسلام وفي بعض الكتب عنده كلام في مسألة العذر بالجهل. لكن أنا سأديك مرجع تاني وهو شرح السنة تعليقات الفوزان على شرح السنة للبربهاري. بديك موضعين الفوزان بيعذر بشنو؟ بالجهل. فانت تاخذ كلامه كله ما تقول ما بيعذر بالجهل ودار تتكلم والى اخره.
طيب، ده شرح السنة للإمام أبي محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 329 هجرية. كتب جميلة جدا والله الذي لا إله غيره. قعدنا قريب 6 سنة مع أنصار السنة يعلموك كتاب قصة الالتزام، تقرأ الصفحات الأولى زول خشة في الظلمة وبعد ذاك مرق وشنو إلى آخره، تبكي براك تجيك خوفك عن قطعة الكهرباء تشوف الحاصل، بعد ذاك ثاني يخجوها يذكر حديث كتب ويجيبوا في ديل. ايه اقروا كتب السلف، اقروا الكتب العلمية وفيها تزكية، الكتب دي فيها تزكية وفيها تطهير للنفوس وفيها إصلاح للقلوب، عشان كده القلوب دي بتنصلح بالقرآن وبالسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم شنو لما يحييكم، ده فيه حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن من بعد سألوه قال له كيف نصلح قسوة القلب، نزيل قسوة القلب، قال بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال وبالقرآن، واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أقرأ القرآن يا أخي بعلمك الخشوع والانكسار لله تعالى والخوف من الله والرجاء فيما عند الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وأقرأ كتب السلف، أعرف قواعد السلف وأعرف أصول السلف وأعرف المنهج الصحيح. أقرأ شرح السنة للبربهاري وتعليقات الفوزان، وفي شرح شرح لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وأقرأ أصول السنة، وأقرأ الإمام أحمد ولعبد الله بن الإمام أحمد برضو لهم كلام، والأئمة والعلماء عندهم كتب في السنة أقرأ أستفيد منها. شرح العقيدة الطحاوية للعلماء لابن أبي العز الحنفي، تعليقات الألباني وتعليقات ابن باز لأنه في بعض الأشياء بعلق عليها. أقرأ كتب السنة، أقرأ شرح العقيدة الواسطية للفوزان وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، واسطية أصلا لابن تيمية رحمه الله تعالى. أقرأ الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية، خاصة مسائل الجاهلية، تلقى كثير من الانحرافات اللي بيقعوا فيها الحزبيين حزبيون والإخوان المسلمون، والتي تقع فيها جماعة التبليغ وكثير من الجماعات وأهل الشرك في كتاب مسائل الجاهلية 128 مسألة ناقشوها، وفي شرح جميل جدا للشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله. الشيخ زيد ده من كبار المشايخ، أكبر من محمد ابن هادي الآن، موجود أكبر منه في العمر وكذي إلى آخره، وتوفي قبل سنة أو سنتين رحمه الله تعالى. طيب الفوزان قال ما بيعزو، قال لولا أنه الفوزان لقلت إنه من المعتزلة أو الخوارج. أخطأ في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، ولولا أنه الشيخ الفوزان لقلت أنه من الخوارج أو المعتزلة. والله محمد مصطفى بيشبه الخوارج شبه، أول شيء في التكفير بيجي كسي عنده تكفير، في الخروج كلام في الوزير، الخوارج أول ما خرجوا طعنوا في الصحابة، هو بيطعن في شنو؟ في الصحابة. خوارج طعنوا في العلماء، هو بيطعن في شنو؟ في العلماء. زول لو أجبه والله الذي لا إله غيره. وأكثر مشايخ أنصار السنة الظاهرين أخطاء أو خطأ هو محمد مصطفى عبد القادر، وأذله الله لأنه عادى أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زمان ما تقدر تتكلم فيه، ما عشان هو تب تكون أطول منه وجسمك أقوى إلى آخره أو جسمك أوسع من جسمه، لكن الله جعل له هيبة لما كان بيصدع بشنو بالحق، واجتمع عليه الشباب. بعد ذاك تاني لما انجب الباطل بقى أي زول بيرد عليه، ترد عليه طوالي مباشر ولا تخاف منه. وقبل لما كان على الحق لو جب بباطل مع هيبته، الواجب على السلفي إن رأى باطلا أن يرد هذا شنو
الباطل وأن ينكره. واحد، صفحة 75 ل 76 شرح الفوزان، ده كلام الفوزان ذاته. قال شنو؟ فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه، عليك الله اسمع الكلام ده كويس، شوف الرجل والعالم بيعذر، بيعذر بالجهل العالم ده ولا ما بيعذر؟ قال فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح جدا. ده الموضع شنو؟ رقم واحد في عذاب القبر. تعال شوف في مسائل الجهمية ذاته، جهمية ده الكفار طبعا بيقولوا القرآن شنو؟ مخلوق ولفظي بالكلام طويل. قال في الموضع الثاني اللي صفحة 24 ده شرح الفوزان، انت ما قلت تلموا كلام العلماء كله، انت ما تلموا، ما تلم الكلام كله. طيب قال الله جل وعلا يقول صفحة 24 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم. ما هم بيقولوا الله شنو؟ أي ما بيتكلم، ديل الجهمية. قال وصف نفسه بأنه يقول، ما قال وقال ربكم، ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية، كفروا أئمة شنو؟ الجهمية، دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. فهمت الكلام يا جماعة ولا أعيده تاني؟ لأن أعيده. قال ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية، كفر كثير من الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة، كفروا أئمة الجهمية دون مقلديهم، كفروا الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. يتين يحكم بكفرهم بعد يصروا، بعد يبينوا لهم شنو الحق. تقول لولا أنه الفوزان لا لقلت إنه من المعتزلة أو من الخوارج. ده الموضع الذي بعده. طيب